اليوم ال24 نحاول نوصل القرش لأبو فلة في 30 يوم، بدأنا من قرش واحد، هذا القرش لازم يوصل لأبو فلة خلال 30 يوم بدبي. أنا الحين بعمان، حجزنا تذكرة الطيران، بعد كم يوم راح نطلع. فلا تنسوا اللايك والاشتراك بمنتهى المقطع، شكرا لكم على كل شيء، وأترككم مع المقطع. طلعت المخرة مسكرة عاد، الشكر والله. أنا أتوقع يبغى لي حلاقة، لأنه 30 يوم ما حلق، كنا نروح نشوف حلاق يضبطنا بسعر رخيص. حلاق عنده زباين، فاخذنا موعد، فبعد ما يخلص بنروح عندهم. طيب ايش حتسوي يا ريان؟ اول شيء نروح نشوف مخرة طلعت مسكرة، حلاق مسكر فل ما شاء الله، يعني واضح ان بداية اليوم حلوة ان شاء الله. فالحين نروح ندور مطاعم وندور اشياء نطلع منها فلوس، لانه زي ما شفتوا ما باقي معي الا 60 دينار، هذه وين راح اعيش فيها بالشارع؟ الله، انه انا الحين مسوي سلسله ببدا من قرش واحد، هذا القرش لازم اوصله ابو فله 30 يوم، ولازم اجمع فلوس وزي كذا. فانا مسوي اعلانات، اذا حابين ما اسويكم اعلان والله، بس يجي صاحبي محل الشباب. يا شباب والله انا ميت جوع، قاعد ادور اي حاجه. نخش على المطعم اللي بعده. السلام عليكم. لو سمحت، موجود مدير المطعم. سمحت، انا يوتيوبر، تمام، مسوي سلسله باليوتيوب ببدا من قرش واحد، هذا القرش لازم اوصله ابو فله ب 30 يوم من قرش واحد، انه اخلي القرش ايوه دينار، لين ما اقدر اوصل فلوس انه اقدر اسافر. فانا ايش بسوي؟ اعلانات، سويت اعلان للدار، دارك الاكيل هستيريا. يختص الاعلانات عن مايو. ايوه شاب يوتيوبر يفهم المشكله. عندي 4000 والحين قاعد ما يبغوا يسوي اعلان، بيقول لي ما عندك مشاهدات. لا تندم، ما عندي مشاهدات اصلا، عادي هيجي يوم يقول لي ابغى اسوي اعلان، والله ما اسوي لكم. يلا عافية، نروح المكان اللي بعده. كيف حالك؟ ان شاء الله كل شيء تمام. موجود هون صاحب المطعم او المدير او ايش زي هيك، مسؤول. اللي بعده. السلام عليكم. يا رب يا رب. كيف حالك؟ ان شاء الله كل شيء تمام. لو سمحت، انا يوتيوبر، تمام، نسوي سلسله باليوتيوب. والله اصحاب المحل يشكون زين، يعني لما يرجعوا. اللي بعده. موجود على الخمسة إذا بدك. مطول. موجود صاحب المطعم. اللي بعده. تعبت يا شباب والله. السلام عليكم. كيف حالك؟ لو سمحت، موجود هون صاحب المحل أو المسؤول أو إيش زي؟ أنت صاحب المحل؟ ما شاء الله عليك، يعطيك العافية. يعني مش مستحمي، يعني ما له داعي، عندي صفحة انستغرام، أيوة. عندي واتس، وعندي اي شيء، فمكتفي فيهم. خلاص، يعطيك العافيه حبيبي، شكرا حبيبي. شباب والله ايش هذا؟ عادي عادي، ايش ما صار كيب جوين، لا يوقف. يلا يا شباب، في مطاعم هناك كذا عزاز، يعني شايفهم، يعني اقول ان شاء الله انه نطلع واحد منهم. لو سمحت، موجود صاحب المحل هون او المدير او مسؤول ايش زي؟ شايف هذول؟ وين؟ ايوه طيب، بس قال راح يعطيني وجبه مجانيه، الحمد لله. والله قبل شوي كنت اقول اني جوعان، الحمد لله هذه وجبه مجانيه. شوف الشوف، شوف ايش السيخ هذا، ما شاء الله. اعطونا شاورما وبطاطس، والله حلو، عسل ملام ببلاش، بسم الله. الشاورما حقتهم حلوه، في بسة تبغى اكل دقيقة. بسبوس يمه، بسم الله لا تلمس اهلي. خليني اعطيه، خذي طبع بالعافية. خلصنا اكل، وهذه بروح اعطيها لاي احد يبغاها، ادور احد محتاج اعطيه اياه يكملها، وبالعافية عليه. تفضل خذ هاي، ما بديها بطاطا، ما اكلت ولا اي شيء. لا قصدي بدك يا، خذها. اوكي يا شباب، حبيت اقول لكم انه وصلنا منصة حسان 500 ألف ريال، وسكرناه الحمد لله، نقدر نقول الف مبروك، وراح نزيد 20 دينار، ما ادري اذا تبغوا نزيد زيادة ولا لا، ما دام نص مليون ريال الحمد لله سكرناه واخيرا، فزدنا 20 دينار، اذا تبغوني ازيده اكثر ما عندي مشكلة، وكمل المقطع. ما بدك اياها؟ خذها خذها، ايش حتخسر؟ كلها كلها، بس هيك خذها. طيب بس، يعطيك العافية. ما يا خلاص، خليه معاك، اعطينا اياه بالغصب، عطيت اياه. روح المطعم اللي بعده.
جد. السلام عليكم. صح موجود هون صاحب المحل او المطعم على الفاضي. يا تعبنا شباب، رحنا 700 مكان، نروح محل وسوي له اعلان نجرب حظه. فنقول له السلام عليكم، كيف حالك؟ سمعت انا جيت من طرف احمد. عشان اسوي اعلان للمحل. ففي هون مانجر او احد اكلمه وش زي هيك؟ ما بزبط. لا يعطيك العافيه. شكله بطل. انا طلعت هبت على كل المحلات ولا واحد ضبط، بس يعني انا اللي اخذنا وجبه. فحوقف الحين، اتوقع اني حروح ابيع مويه او شيء زي كذا. فلا تنسوا اللايك والاشتراك، وابنصصان تحت الديسكربشن. نشوف. السلام عليكم. راح تشوف فكره سلسله بمقطع بيوتيوب 30 حلقه. لازم انسى الفكره، ابدا من قرش واحد، وهذا القرش لازم اوصل ابو فله 30 يوم، فهمت؟ فالحين انه انا قاعد بجمع فلوس وزي كذا، وانه طفران وحالتي حاله. فالحين قاعد بجمع فلوس زي كذا، فتبغى ما كنت بقول لك تبغى اسوي لك اعلان محل او اي حاجه زي كذا. طب شو بستفيد مثلا؟ بسوي لك اعلان انه بنزل محل حاجه باليوتيوب، اسوي اعلان. تبي يعمل يوتيوب اكثر؟ ايوه. جينا نحلق، كنت اقول له اسوي لك اعلان وزي كذا، فجاه بقول لي انا عندي 1,600,000 بالتيك توك، ما راح اقول اسمه، وعندي 300,000 بالانستغرام. الولد طلع مشهور او ما. الله، حلاق مو طبيعي ما شاء الله. ايش هذا؟ هذا انا لازم ادفع له عشان احلق. مسكره اتوقع عشان يوم جمعه. صلي على النبي اذا ما صليت. وما ادري اذا هذا هو المقطع كله. فشكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا اللايك والاشتراك. مقطع خفيف وبسيط، كان الحظ اليوم بيض. نشوفكم بكرة. السلام عليكم.